آراء الناس وش يقولون عن الشيلات ونرجع من ثاني. إيه أسمع شيلات تقريبا من سنتين بديت أسمع شيلات. أكيد واحد يسمع شيلات مروض شعبي. والله مو كثير يعني على ما يقول لك على حسب المود، لكن في نفس الوقت هي بسبة العنصرية الكثيرة اللي فيها، لكن الشيلات الوطنية أفضل يعني بكثير. أي والله أسمع تقريبا لي سنتين وأنا أسمع شيلات. أحب الميول للشيلات أكثر يعني. نعم أسمع شيلات، في من الشيلات عن المدح، وفي من الشيلات عن الغزل، وفي من الشيلات عن الرثاء وزي كذا يعني، وأنا أسمع. شوف فن الشيلات له محبينه، لكن أنا بوجهة نظري الشخصية إنه يعني يسبب يعني زي ما تقول عنصرية شوي قبلية، إن كل قبيلة هم يعني كلهم على عيننا وراس يعني طبعا، ولا نقول فيهم شيء، لكن إنه اتخذت مجرى آخر اللي هو كل قبيلة لها يعني شبابها ويفتخرون في الشيء هذا، هذا من حقهم، لكن صار فيها شوية عنصرية وكل واحدة تحاول إنها تثبت إنها هي الأفضل، وأنا أشوف إنها يعني انتشرت انتشار سلبي ما هو انتشار إيجابي للأسف. تقريبا الأغنية فيها موسيقى، الشيلة ما فيها موسيقى، مع أنه الآن يقولون أنه الشيلات صاروا يدخلون عليها موسيقى.